السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بغيت نوصل واحد النداء هنايا لهاد المسؤولين، الناس اللي مسؤولين. شوفوا هاد المدرسة، هادي هادو واحد الأبناء تاع مدرسة كيتابعوا الدراسة ديالهم، فهي خطيط حميد الجماعة مع تركا القيادة تاع الدراري إقليم بوعرفة. شوف الناس ما عندهاش نقل مدرسي، التلامذ مساكين هما معذبين كيما كتشوفوا. شوف التلامذ فين كانوا معذبين، كنجيبوا التلامذ وكنديوهم مع الحال بعيد، كيضربوا 10 كيلومتر مساكين، هما غير مسرجين مساكين، فهمت؟ وهما مساكين كيهضروا. قول لي يا ولدي فين كتقراو؟ فرعية تاع خطيط حميد. ما عندكمش النقل المدرسي؟ لا. شحال بعادين نتوما على المدرسة من كيلومتر؟ 10 كيلومتر. ودائما نتوما كمعذبين في الوقت ديال الشتاء، في الوقت ديال العجاج، في الوقت ديال ها هاد المسؤولين ما بغاوش يديروا لكم نقل مدرسي، معذبين. هضروا لحقكم، قولوا حنا كنطلبوا منهم يديروا لنا نقل مدرسي. ويشوفوا فينا بعين الاعتبار، نحنا كمعذبين. شوف الناس فين راكبين، شوف التلامذ المساكين فين كيعانيو، فين كيقراو. شوف الناس المسؤولين، شوف الناس اللي راهم الناس البدو، شوف الناس القراوية فين كاينين. شوف الدراري مساكين شحال من واحد مسرجي بعيد عليهم الحال، ما عندهمش نقل مدرسي. هادو غير اللي كيجي وكان هادو غير كيما كنقولوا كيديروا الناس فيهم خير، هما الناس اللي كيجيو على الكارويات والناس كيعانيو ويجيو على رجليهم. كتجيو على رجليكم كتوصلوا شحال النفوس. قولوا كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا فينا، يشوفوا اذا ضروري خصهم يديروا لنا شي نقل مدرسي ولا شي حاجه. شوفوا هاد الدراري هادو مساكين اللي معذبين مساكين وهما في مكرصين. نتمنى ان شاء الله يا ربي يشوفوا فيهم بعين الرحمه يا ربي.